ارحب فيكم اخواني واخواتي في هذه الحصه، وسنكمل ان شاء الله في موضوع علم او مقرر علم النفس واقتصاد الالهام. وكنا احنا توقفنا في الجلسه الماضيه عند هذه الشريحه، تكلمنا من السابق في الحقيقه ايضا عن اهميه التصور في عقليه الاقتصاد الالهام أو خبير اقتصاد الإلهام. فإحنا نؤمن أن كل ما توسعت قدرتنا على التصور، كل ما أصبحت لدينا كل الاحتمالات مفتوحة. فقدرة الإنسان وعقليته بالذات على أنه يتصور الحلول والتي لا يراها الآخرين، هو في الحقيقة قدرة عالية. وكل ما كان ارتفع عنده قدرته على التصور، كل ما ارتفع عطاءاته، حجم إنتاجه، نوعية عطاءاته نقصد، وما يمكن أن يستكشفه في نفسه أيضا من جديد، وبالتالي يتغلب على معوقات ويستخرج نتائج كبيرة. ولذلك نقول كثير من أخواني أخواتي يحتاج أن فعلا يعني يتفاعل مع الأحداث، لأن كل ما يتفاعل مع الأحداث كل ما راح يرى أن كيف أن السر يكمن في رساخة التصور دوره في الحياة. فراح تلاحظ الناس الذين هم عندهم تفاعل عالي مع الأحداث، أو هم يصطنعون في الحقيقة المبادرات أو الأحداث، هم ناس عندهم تصور لدور واضح في الحياة، وعندهم تصور للقصة التي سوف يريدون أن يكتبونها في رحلة الحياة. وبالتالي حتى مراحل التحليل والتعليل والتعلم والربط بين الأشياء والاستكشاف سوف نراهم أكثر جدية من الآخرين، وأكثر قدرة على فعل الربط، لأن لديهم هدف كبير وهم شايفين الدور الذي يقومون به. بينما راح نلاحظ ان سيكولوجية الملهم تقوم على اصلا على التصور. فالانسان الملهم مثل ما نرني يعني هو متصل مع قضايا مجتمعه، قضايا الاقتصاد الاجتماعي، وبالتالي سوف نجد ان الملهم هو فعلا يبحث على ما هو مفيد وممتع بالنسبه له، لانه حدد مسبقا ما هو مفيد وممتع وكيف ومن أين ستؤكل الكتف كما يقولون، وأين سيصنع الأثر بشكل عام. لذلك الملهم واضحة عنده مفاهيم السعادة، مفاهيم الوضع الحالي، الوضع المستقبلي، ما هو يعني الديفينيشن حق التعريف الوضع الحالي، ما هو تعريف الوضع المستقبلي، ما هو إن مفهوم الانشغال بالرحلة دائما أقول وليس بالمرحلة أيضا واضح عنده، وبالتالي هذا يصنع له ممكنات السعادة الآنية والمادية، ولكن يربطها في الحقيقة ويتغلب على السعادة المصطنعة ويصنع السعادة الحقيقية. الفارق في سيكولوجية أي ناجحين وملهمين، والناجحين هم عادة يحتاجون لتحفيز من الخارج، أن الملهم دائما يرى أنه لن يخسر في النهاية، فأي شيء سيقوم به أو في الأخير سوف يصب في الأخير محاولات للتأثير، وسيقوي عبر الفترة، عبر الوقت. وإذا هو انتهت حياته، إحنا نتكلم مثلا عن نفسي، أنا أرى أن في آخرين ألهمناهم هم سيستمرون في هذه الرحلة، يمكن نعرفهم يمكن ما نعرفهم، وبالتالي هم يرون ارتباطهم بالأنبياء والعلماء والأدباء والفنانين الذين صنعوا الإلهام عبر التاريخ البشري، لأن هم يرون أن كيف أن المرارة والمحن عبر التاريخ البشري لم يكن سوى وسيلة لصقل معادنهم، وبالتالي لذلك تراهم أنهم جادين في السعي نحو الاستكشاف للشيء الجديد، البحث عن الحكمة في معاني الأشياء، سواء في الفشل، سواء في النجاح، سواء في تحديات وغيرها، ويسعون دائما إلى مشاركة المجتمع. الملهم مستحيل أنه يكون يعمل لنفسه، إنسان أناني، هو يسعى يا أما لمشاركة المجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي يسعون إلى فعلا يبنون مجتمع مفيد ويكون عالم أيضا يعني متحاب ولا متعايش ولا منتج. فإحنا قاعد نتكلم على أيضا هم ما يترددون عن الإيش أيضا الأعمال التي تحتاج إلى شجاعة وصناعة القرار. لذلك نقول أن مستويات الإلهام وطريقة التفكير والأرزاق مترابطة مع بعض البعض. فهناك الملهم يرى صحيح الرزق اللحظي مثل أي إنسان آخر المرتبط بالسعادة الوقتية،
المرتبط بالمزاجية، المرتبط بالراحة أو بعدم التعب. لكن هو يرى في النهاية أكبر من ذلك المستوى الثالث اللي هو الرزق الشمولي المرتبط بتقييم الحياة، ويحقق ذلك من خلال الإنجازات في عملة الإلهام والنماذج التي تنتشر في اقتصاد الإلهام. فلذلك نقول إن هذه النوعية من الأرزاق هي لا تعتمد فقط على المشاعر والنظرة الضيقة، ولا تعتمد فقط على التفكير والنظرة الواسعة فقط، ولكن تعتمد أيضا على الترابط بين الأرزاق والنظرة للحياة بشكل عام. لذلك نحتاج فعلا أن احنا نعرف ما هو دورنا في الحياة لكي نصنع الرزق ومعاني الحياة بطريقة سليمة، نقيس أنواع الرزق المتحقق، ونزيد من رأس المال الاجتماعي طبعا ومفهوم السعادة والتطور الاقتصادي السليم. الملهم يسعى لاستكشاف معاني الحياة، لأنه لا يهدف إلى أن فقط يعمل ليومه، ولكن هو يحاول أن يستكشف لماذا هو موجود، يحاول أن يحيي في الحقيقة معاني ما هي معاني المرارة والمحن والتحديات التي لا يعرفها الآخرون، وبالتالي لكي يصنع لديه هي أثر من الصعب لحقه. لذلك نقول إن أيضا واحدة من منطلقات الاستكشاف في اقتصاد الإلهام هو ألم ثم أمل. الإنسان المستكشف ويمر في ألم، ولكن أيضا يصنع الأمل، وبالتالي يتغلب على الإحساس بالذنب والفشل، ويغير في القدرة على الابتكار، يرفع القدرة على الابتكار، يغير في العادات، يصنع الخبرات الجديدة، وبالتالي يصنع يعني مرة ثانية روح القبول بالفشل، روح التعامل مع التحديات بشكل جديد. ولذلك نقول سيكولوجية مختبرات الإلهام تعلمنا اليوم إن احنا فعلا ممكن نكون إنسان بكل معنى الكلمة، لسنا احنا فقط نستخدم الفص الأمامي، ولكن نربط الأمور بشكل مختلف، ونتغلب على الحيوانات الأخرى الشبيهة لنا سواء الشمبانزي أو القطة أو الفار، لأن احنا قدرتنا على الربط تصبح أعلى. فواحدة من الأهداف لهذا المقرر هو كيف نربط الأمور مع بعضها البعض، وهي واحدة من التمارين التي نستهدفها في هذه المقرر، إن كيف نقيس قدرة الإنسان على ربط الأمور والخروج بفرص أفضل، الخروج بفرص جديدة غير مستكشفة، وكيف إن نحول السلوكيات إلى معاني راقية ترتقي بالإنسان وبدوره، وبالتالي تتغلب على شهوة الشهرة والمال والجاه والسلطة، وتصنع تطوير حقيقي، وتستفيد من الخبرات المتراكمة، وتجدد الصحة النفسية. هو أحوج ما نحتاج اليوم في مجتمعات ما بعد كورونا، وبالتالي أيضا تصنع لنا تفكير بطرق يعني تفكير تتعدى التفكير المنطقي، وتتجاوز الحواجز وتهذب العادات. وهذه أيضا من سيكولوجية مختبرات الإلهام، تهذب عادات المجتمع، الأفراد المعنيين، وبالتالي تعطينا قدرات أكثر على استكشاف قدرات جديدة، لأن هي أكثر بلوكج حق أي استكشاف حق أي قدرة هي العادات. العادات والسلوكيات تمنعنا أن نشوف قدرات الناس الحقيقية، أو نرفع القدرة مقابل الطلب. إذا لم تتغير وليس لم يحدث تعلم داخل المؤسسة أو داخل المجتمع، أو قدرنا نصنع في النموذج اللي نعمل فيه تعلم جديد، إحنا لن نصنع القدرة مقابل الطلب أو عملة الإلهام المعروفة. إذا قاعد نتكلم على سيكولوجية تمر بالمرونة مثل ما قلنا، بتفكير عالمي، بتسير للفجوة وبالموائمة مع التصور، وهذا ما حققه هؤلاء العلماء. ما يميز هؤلاء العلماء إنهم كانوا من ذوي إعاقة، ولكن تميزوا بأنهم رأوا قدرتهم العالية على أنهم يتغلبون على عاداتهم، سلوكياتهم، على إعاقتهم الجسدية. وبالتالي طلع لنا ستيفن هاوكينج اللي هو عالم الفيزياء المشهور، اللي يعتبر أينشتاين العصر الجديد، وطبعا طلع لنا أديسون المخترع المعروف، وأيضا طلع لنا فرانكلين ديلانو روزفلت، وهو لي مرة ثانية كان من أفضل الحكام اللي مروا على أمريكا. طلع لنا
لينين مورينو اللي هو رئيس الإكوادور، وهذه أيضا كان متميز جدا. طلع لنا ديفيد بلينكت اللي هو من أسرة فقيرة ولكن اشتهر في التعليم، بالذات في مجالات التعليم لما كان وزير للتعليم. فاحنا الحقيقة الإعاقة هي الإعاقة، القدرة على تغيير السلوكيات والعادات والتعلم هي الإعاقة الحقيقية عند الإنسان. نقول دائما أن حالة اللا يقين هي فرصة في الحقيقة، في الخاصة وإحنا نصطنعها حتى في المختبرات، عشان نستطيع أن نستخرج الأصول غير المادية أو نراها بطريقة صحيحة. فالصدمات، الجوائح، التحديات، الفشل، كل هذا يؤدي إلى استكشاف فائدة الأصول البشرية واستخراج طاقاتها بطريقة صحيحة. exploitation يعني مو بس هذه، يعني استخراجها وليس فقط استكشافها. الأصول المجتمعية في المجتمع، الأصول الطبيعية، الأصول البيئية، ثم الأصول المالية. ثم هناك أصول أخرى احنا ذكرناها في المقرات السابقة. طبعا تجربة الأصول المتوفرة هي بشكل عام مهملة في العصر الجديد، يعني صار العصر أكثر رأسمالي. افترضنا كورونا يعني أحيت فيه متطلبات ننظر إلى الأصول الطبيعية والأصول المجتمعية، ولكن للأسف صار الناس أكثر مادية. عموما احنا في المختبرات هذه فرصة بالنسبة لنا، لأن مثل ما قلنا احنا كاقتصاديين إلهام نعمل في هذه المجالات بشكل كبير. طبعا واحدة من الأساسيات هي إن احنا نركز على الأصول الحسية أيضا، الأصول اللي تتعلق بالأمان بشكل عام، هذه متطلب أساسي. وفي الأصول المعرفية لازم نذكر إن احنا قاعد نتكلم على حتى طبيعة المهارات، طبيعة الخبرات المتوفرة. نرى دائما ما هو يسهم في صناعة مشروع وقصة نجاح. وبالتالي احنا قاعد نتكلم على كيف ان نخلي القيادة تحدد مصادر التسرب في داخل المجتمع، نقاط الضعف التي في داخل المجتمع، بالضبط كأن قاعدين ندير قارب من بعيد ويكون عندنا شركاء نتعاون معاهم في تحقيق هذه النتيجة. وطبعا نحتاج إلى نقاط قوة، نحتاج إلى نستفيد من نقاط القوة. فإحنا نحاول في دائما في يعني عقلية وتفكير الإنسان الملهم والقائد الملهم، هو أنه يحاول يستكشف المؤشرات بشكل صحيح. وبالتالي احنا قاعد نقول ان من الاصل ان احنا اليوم قاعدين نحاول نتعامل مع بيئه متقلبه او شديده التقلب، او تكون ساعات يعني سموث او يعني غير متقلبه، ولكن في الاخير احنا نعمل على كل الجبهات بحيث ان نستخرج الاصول الطبيعي. وهاي تفكير الملهم، وهاي يفترض هذه نفسيته، فهو عقليه لديه العقليه، لديه الصلابه، لديه القدره على انه هو يستخدم التفكير بحيث يصنع الابتكار والتجدد من خلال التجريب، من خلال التطبيق يصنع التعلم ايضا في مجتمعه. ولذلك عقليته مرتبطه بالتصور، هدفه الاكبر في الحياه، لانه هو دائما وسؤاله دائما لماذا؟ لماذا انا موجود اليوم؟ ما هو دوري؟ بعد تراكم الخبرات هي كلها، ما هي المسارات التي أريد أن أحققها؟ ما هي الخيارات التي أريد أن أسلكها؟ كيف يمكن أن أستفيد من التحديات والفرص؟ وما هي أنواعها؟ وبعدين حتى يتعامل، ينتقل من لماذا إلى كيف ثم ماذا. أوكي، لماذا الواي ثم الهاو ثم الوات، وهو الدماغ الخارجي. إن الإيمان ان بشيء، ان احنا فعلا عندنا شيء يستحق ان ناخذ قرارات عليه، شيء يجب العمل عليه الان لمده فتره طويله لكي يحقق نتيجه، لكي احل مشكله ما. اذا احنا قاعد نتكلم على التعامل مع حاله اليقين، هي جزء من سمه شخصيه الانسان الملهم او الاقتصادي الالهام، وهي في هاي الحاله
هي حالة قوة وليست حالة ضعف. يعني في ناس عندهم حالة لا يقين هي مزمنة. لا، تصادي الإلهام يعمل أنه يستخدم حالة اللا يقين في مراحل حل المشكلة، وبالتالي يحول الظروف المؤلمة إلى فرص للتعلم، يحولها إلى رغبة في التعلم في إحداث تغيير، يحولها إلى التزام في المشاركة نحو المجتمع، ويحولها إلى تحديات تطلع فرص ويكون فيها تجارب إيجابية وليس فقط سلبية. فبالتالي نصنع في الحقيقة من هذه التحديات الصعبة وحالة العجز في الأداء، نصنع تغلب عليه بحيث أن نصنع منه مجتمع أقوى، ونصنع خطط يعني نشطة تتغلب على السلبية، وتحاول أن هي تستفيد من الأصول المجتمعية لبناء واقع جديد. وهي اللي ذكرناه سابقا عن الحكماء اللي قالوا أن احنا ليش نعمل على سعة أكبر من قدرتنا، لأن في الحقيقة كل ما كنا خدنا سعة أكبر من قدرتنا كل ما زادت قدراتنا. وهذه المفهوم هو مهم جدا حق شخصية الإنسان الملهم. فالإنسان الملهم لديه ثقة في هويته، عنده تفكير موسوعي، يعمل عدة زوايا، لا ينشغل باحتياجاته البيولوجية فقط أو ظروف الإجهاد، ولكن يأخذ روح المسؤولية وبدون ملل. وبالتالي عنده قدرة أكبر أنه يكون قدوة حسنة، قدرة أكبر أنه يؤدي عمل صغير ولكن يأتي بنتائج كبيرة سميناها البركة، وقدرة أكثر أكبر على التعامل مع التحديات والتحذير بشكل عام. وإحنا هاي ما ذكرناه في كتبنا اللي باللغة العربية واللي باللغة الإنجليزية، إن متطلبات التعلم، مرحلة ما قبل التعلم، مرحلة التعلم، مرحلة ما بعد التعلم، كلها تتطلب هي مراحل استكشاف للذات، مراحل تغيير في العقلية عشان نقدر نصنع الجديد ونكتشف ما حولنا بطريقة صحيحة. وبالتالي الثقة بالذات هي منطلق حقيقي لصناعة عملة الإلهام، وهي في الحقيقة تعتمد على مفهوم الذات وترابطه مع الذات الاجتماعية ومع احترام الذات ومع معرفة الذات. فكل ما كان عندنا قدرة على أن احنا يعني نعرف الذات ونحترم الذات ونكون عندنا ذات اجتماعية، كل ما كنا احنا فعلا نصطنع لنا أنفسنا وللآخرين قدرة أكبر على الثقة في اللحظات من الثقة هي اللي تؤدي إلى التغيير. يعني قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والثقة اللي قالها بارك الله لك في أهلك ومالك حق الأنصاري الذي يعني عرض عليه أن يقتسم معه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتسم بيته وأهله وكذا، إلا أن ثقة عبد الرحمن بن عوف أنه يستطيع أن يصنع الجديد ولا يكون يعني يتكل على آخرين، هاي بحد ذاته هي اللي جعلته يعني في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من الأغنياء، وأن سبحان الله هو سوف يساعد المسلمين في فترات كبيرة من وفي ضوائق مهمة في حياتهم. فلذلك نعتبر أن اليوم الشخصية الملهمة لديها فرصة فعلا أن هي تكون عندها فهم أعمق للجانب النفسي الفريد في المشاكل اللي ستواجه العالم ما بعد كورونا. تداعيات كورونا راح تكون كثيرة وراح تستمر لعشر سنوات يمكن أيضا، فبالتالي هي فرصة لنا إحنا في اقتصاد الإلهام إن كيف نفعل العملية العقلية بحيث نبدأ بترميز الأحداث، ما سيقع في الآن قريبا، ما سيقع في المستقبل المستشرف، وهذا يؤدي إلى إن إحنا نصنع إن شاء الله عمل ذات تأثير وفي تجارب كثيرة ونماذج كثيرة. فمتطلبات الشخصية الملهمة اليوم في عصر الأزمات وفي واقتصادي الإلهام بالذات إنه يكون عنده تفكير ناقد، عنده وضوح في الرؤية، عنده قدرة على إدارة الأزمات، قدرة على الاستشراف، قدرة على بناء الجدارة بالثقة، قدرة على النظرة المتعددة الزوايا، وقدرة أكبر على التواصل. ويمكن أنا أقول وروح المبادرة، وأنا أقول يمكن إذا في شيء أساسي حق أي اقتصادي إلهام هو قدرته على التواصل بشكل عالي جدا، التواصل مع الموارد، التواصل مع أنواع الأصول يعني، وليس فقط التواصل مع الأشخاص، مع الآخرين، التواصل على مستوى المجتمع، التواصل على مستوى المعرفي بينه وبين نفسه أيضا.
هاي كل أنواع التواصل اللي تسهم في رفع قدرة الإنسان الملهم. في نتائج دراسة لأثر جائحة الكوفيد بيّنت أن الشباب هم متأثرين جدا في موضوع الكوفيد، وهي دراسة أجريناها في 2020، في منتصف 2020، فاكتشفنا أن الشباب متأثر وأنه يحتاج إلى فعلا أن يغير نظرة الحياة، وهذا يتطلب لذلك أن تكون في هناك مشاريع شبابية أكثر في صناعة استفادة من اقتصاد الشباب، لأن اقتصاد الشباب، اقتصاد الإلهام، اقتصاد المرونة، هما كلها اقتصادات ثلاثة تحت المشروع العالمي لاقتصاد الإلهام، ركز عليها لأنها هي اقتصادات تعتمد على الانترنسك باور، على العملة الداخلية، على القدرات الداخلية، وهي تعمل بالمعادلة اقتصاد الإلهام اللي هي القدرة مقابل الطلب وليس العملة مقابل الطلب. إذا احنا نختم معاكم اخواني اخواتي، نقول هني ان القدرة مقابل الطلب هي شيء أساسي في صناعة مجتمعات متعلمة، وعقليتنا لازم تكون هي تعمل على هذا الشيء. احنا نهدف الى صناعة من نحن، نحن ناس نهدف الى صناعة مجتمعات ملهمة من خلال حلنا للمشاكل او استكشاف عملة الإلهام في داخل هذه المجتمعات، وتحويل المشاكل هذه إلى فرص في الحقيقة، وهذه الفرص تعطي نظرة جديدة للحياة ومفهوم أكبر للحياة أو معنى أكبر للحياة. فلذلك نستطيع أن نقول أن التغلب على حالة اللا يقين يتطلب أن احنا عندنا تداخل مع المجتمع، عندنا قدرة على التعامل مع الأشياء الصغيرة والتغلب على الظروف والتغلب على البيئة الصغيرة التي حولنا، وأيضا كسر حاجز الخوف، من خلاله نستطيع أن نصنع تحولات كبيرة في مجتمعاتنا، ونصنع طرق تمكين للناس متجددة، ونبني ونحافظ على الطبقة الوسطى التي هي الحين طبقة تهتز في جميع العالم بشكل كبير. فاقتصاد الإلهام يركز على صناعة هذه الطبقة الوسطى الملهمة التي تقوم على عملة الإلهام وتؤمن بعملة الإلهام، وهي التي سوف تقلل من الطبقة الفقراء أو تنهي أو يعني تقضي على الفقر بطريقة أو بأخرى، وأيضا تقلل من سطوة الاقتصاد الرأسمالي الذي يصنعه الناس الذين هم في الطبقة العليا. طبعا في دراسات حالة كثيرة احنا ما ذكرناها في هاي، حبيت أحط لكم السلايد هاي عشان أذكركم في، طبعا يفترض أن يكون في عرض المشروع، وهذه أتركها لكم إن شاء الله لما تسجلون مع الجامعات اللي معتمدة من مع البرنامج ومعتمد التعليم العالي في اقتصاد الإلهام. يشرفنا أن احنا نساعدكم في طريق عرض المشاريع وتطويرها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وسبحانك ربي سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ونشوفكم على خير إن شاء الله في مقرر آخر وجلسة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.